قالت شركة مايكروسوفت أنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى ثاليوم لسرقة معلومات. وذكرت الشركة في منشور على مدونة إنه من المعتقد أن ثاليوم تعمل من داخل كوريا الشمالية، وأن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفراد يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين. وأشارت الشركة إلى أن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.